أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن أؤخر الحلقة بعد السعي وأحلق في جدة إذا كان هناك زحام في أماكن الحلاقة عند الحرم؟ الحلق يجوز في أي مكان، المهم أنك تطوف وتسعى للعمرة، وأما الحلق تحلق في مكة أو تحلق في الطريق أو تحلق في جدة لا مانع من ذلك، المهم أنك لا تتركه ولا تجامع زوجتك قبل أن تحلق. نعم.